مرحبا، معكم رهف من قناة رهف جوم. التوتوريال لليوم راح يكون عن طريقة صنع توتة فراولة من المطاط. فاللي راح تحتاجوه هو مطاط من اللون الأخضر، حوالي 3 مطاطات، وكمان من اللون الأحمر 20 مطاطة، وكمان الرمبلوم، وكآخر شيء الكرشيه هوك. فأول شيء راح أجيب الـ3 مطاطات، راح أحطهم من هاي النقطة لهاي النقطة بهذا الشكل. بعدين راح أجيب مطاطتين بهذا الشكل، بعدين أحطهم من هاي النقطة الوسط لهاي النقطة بهذا الشكل، وراح أجيب كمان مطاطتين وأحط من هاي النقطة لهاي النقطة بهذا الشكل، وكمان راح أجيب مطاطتين، بعدين أحط من نقطة الوسط لهاي النقطة، وكمان مطاطتين، وراح أحط من هاي النقطة لهاي النقطة، وكمان مطاطتين، راح نحطه من هاي النقطة لهاي النقطة، وآخر شيء كمان مطاطتين نحطهم من هاي النقطة لهاي النقطة. بعدين راح أجيب كمان مطاطتين، راح أحط من هاي النقطة لهاي النقطة، بعدين راح أجيب كمان مطاطتين وأحط من هاي النقطة لهاي النقطة، وراح أحاول أنزل المطاط. بعدين راح أجيب مطاطة، راح أعملها على أول ثلاثي بهذا الشكل، وبعدين راح أجيب كمان مطاطتين وأحط من هاي النقطة لهاي النقطة بهذا الشكل، وبعدين راح أجيب مطاطة راح ألفها على إصبعي، راح ألفها على إصبعي 3 مرات بهذا الشكل، وبعدين راح احاول اخذهم واحطهم على هاي النقطة. بعدين المرحلة الموالية هي مرحلة لف المطاط. فاول شيء راح ادخل الكروشيه هوك من داخل الـ3 مطاطات، وأخذ المطاطتين اللي عندي بهذا الشكل، وراح أحطهم على هاي النقطة، وبعدين راح أخذ أول مطاطتين وراح أحطهم على هاي النقطة، وبعدين راح نفس الشيء أدخل الكروشيه هوك من هاي النقطة، وأخذ جهة اليسار أو اليمين، وراح يتبقى عندي مطاطتين اللي هم بالوسط بهذا الشكل. بعدين راح ادخل كروشيه هوك من جميع المطاطات اللي عندي هون، وراح اخذ المطاطتين اللي عندي بهذا الشكل، وهي بس لحظة فكت عندي هاي، بهذا الشكل. بعدين راح ادخل الكروشيه هوك واخد هاي النقطة اللي بالميل بهذا الشكل، بعدين راح انزل المطاط اللي هون، وراح ارجع للي بالوسط، وراح اخد المطاطتين واحطهم على هاي النقطة، وانزل المطاط،
وكمان نفس الشيء راح ارجع لهاي النقطة اللي على الجهة اليمين واخد، بس لحظة تهيأ لي اني اخدت 3 نقطات. لا، بهذا الشكل راح ناخد المطاطين وراح يضل عنا المطاطين اللي بالميل بهذا الشكل. بعدين المرحلة الأخيرة راح نجيب الكروشي هوك، راح ندخلها من داخل جميع المطاط هون اللي بالأحمر، وبعدين راح ناخد 3 مطاطات اللي باللون الأخضر بهذا الشكل. بعدين المرحلة الموالية راح أجيب الكروشي هوك، راح أطلع 3 مطاطات اللي بالأسفل للأعلى بهذا الشكل، وراح أحاول أشد 3 مطاطات بعدين راح أشيلهم بهذا الشكل. بعدين راح نشيل المطاط بهذا الشكل، بهذا الشكل. راح أحاول أضبطها شوي لحتى نحصل على فراولة بهذا الشكل. فيعني هو الطريقة سهلة، هي يعني عبارة عن شكل دائري عادي، بس يعني اللي ضفناه هو هاي المطاطة اللي مديناها. فأتمنى إنه توتوريال اليوم يعجبكم، وحطوا لي لايك وشير وسبسكرايب وكومنت. يلا باي.